احنا دلوقتي في الايس بار في شرم الشيخ في سو سكوير، زي ما انتم شايفين كل حاجة معمولة من التلج. درجة الحرارة هنا -6، الكراسي والترابيزات والحيطان كل حاجة معمولة من التلج. هنا اللي بيدخل يقعد نص ساعة، بيدفع فلوس طبعا، ويدوله واحد درينك عادي، سوفت درينك او هارد درينك زي ما هو عايز يعني، حسب الفلوس اللي دفعها. ويقعد هنا نص ساعة، كل حاجة معمولة من التلج، حتى في هنا تماثيل فراعنة معمولة من التلج. الناس بتيجي هنا تقعد عشان يشوفوا العيشة في التلج عاملة ازاي. ده اسمه الايس بار في شرم الشيخ سوهو سكوير. وطبعا بيدوهم بالطو مخصوص، زي ما احنا شايفين واحد لابس بالطو قدامنا اهو، ده البالطو اللي بيلبسوه. ايس بار ساقعة فعلا هنا، يعني انا هنا بقالي 10 دقايق ومش هقدر اطول اكتر من كده. شكرا. من اتلج مكان في الارض، اسقع مكان في الارض يا خرشوه، على رأي محمد هنيدي يعني. شكرا.